بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات، يسرني أن ألتقي معكم مجددا في درس جديد من علوم البيئة والمقرر على المستوى الثاني الثانوي للتلمذة المهنية علم 810 والمستوى الثالث الثانوي علم 201 لمسار التوحيد. اليوم بإذن الله تعالى سنتناقش معا أو سنتعلم معا البيئة البحرية في مملكة البحرين، فقط في مملكة البحرين، فلنبدأ بإذن الله تعالى هذا الدرس. قبل أن نبدأ عن البيئة البحرية في المملكة بشكل عام، يجب أن نتعلم ما هو مصطلح البيئة البحرية. ما المقصود بالبيئة البحرية؟ ونستطيع استنباط المعنى من خلال هذه الصورة. فالبيئة البحرية هي عبارة عن بيئة مائية تتكون من عدة مكونات. أولاً تتكون من جماعات حيوانية ونباتية، حيوانات ونباتات تعيش معا في منطقة واحدة، ويطلق عليها هذه المنطقة المجمع الحيوي. أيضا هذه الكائنات تتفاعل معا في وسط فيزيائي وكيميائي، الماء والمواد الموجودة في الماء وما إلى ذلك. هذه كلها الحيوانات مع الوسط الكيميائي والفيزيائي يتفاعلان معا، تحدث بينهما علاقات. هذه المنظومة جميعها نطلق عليها البيئة البحرية. البيئة البحرية في مملكة البحرين بشكل عام تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول هو البيئة الساحلية، القسم الثاني البيئة الحشائشية، والثالث هي بيئة الشعاب المرجانية، وسندخل في كل واحد منهم إن شاء الله بالتفصيل. فنبدأ أولا بالبيئة الساحلية. البيئة الساحلية أعزائي هي مكان التقاء اليابسة بالماء، كما تشاهدون في هذه الصورة. هذه المنطقة هي البيئة الساحلية، وهي التي يحدث فيها المد والجزر، عمليات المد والجزر تحدث في هذه البيئة. البيئة الساحلية في مملكة البحرين لدينا عدة أنواع منها أو عدة أقسام. القسم الأول هي الشواطئ الصخرية، وهذه يندر وجودها في مملكة البحرين إلا في منطقتين، منطقة راس سند ومنطقة النبيه صالح. ونلاحظ أن هذه الشواطئ معظمها مليئة بالصخور. أيضا القسم الثاني هي منطقة فوق الشاطئ، أو ما تسمى حافة الشواطئ، وهذه المنطقة لا تغطيها المياه إلا في حالة المد العالي. إذا كان في مد عالي ستتغطى المنطقة بالمياه. أيضا تكون شديدة الجفاف، وتتواجد فيها أنواع معينة فقط من الحيوانات والنباتات، وليست أنواع كثيرة يعني. القسم الثالث من البيئة الساحلية هي المنطقة الشاطئية العليا، وهذه المنطقة مميزة بوجود ما يسمى بالبرنقيل، البرنقيل الصخري. هذه كما تشاهدون في هذه الصورة، هذا هو البرنقيل، ربما شاهدتموه من قبل على شواطئ مملكة البحرين. يعيش في هذه المنطقة أيضا سرطان الساحل والحلزون والطحالب الخضراء، كلها تعيش في هذه المنطقة. أيضا أغلب الحيوانات التي تعيش في هذه المنطقة دائما نجدها مدفونة أسفل أو مختبئة أسفل الصخور، لأن هذه المنطقة تكون شديدة الحرارة، وبالتالي تحتاج الحيوانات إلى أن تختبئ من هذه الحرارة الشديدة في هذه المنطقة. النوع الرابع وهي عبارة عن المنطقة الشاطئية السفلى، وهذه المنطقة تتميز بالطحالب، وأتوقع أنكم شاهدتموها على سواحل البحرين، الطحالب التي تغطي الصخور، هذه تسمى المنطقة الشاطئية السفلى. وكذلك يجب أن تكون مغمورة
بالمياه طوال الوقت، لأن هناك أنواع من الكائنات الحية المائية التي تعيش في هذه المنطقة، مثل ماذا؟ الديدان، الأنبوبية، الإسفنجيات والحلزونات، جميعها تعيش في هذه المنطقة. القسم الخامس من البيئة الساحلية في مملكة البحرين هي الشواطئ الرملية، وهي الأكثر شيوعاً في مملكة البحرين، وتكون موجودة في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية. ويمكن أن تنتج الشواطئ الرملية أيضاً عن طريق الدفان، فتكون شواطئ صناعية مثل ما هو موجود في البديع والسنابس وجنوب سترة. أيضا في هذه المنطقة تعيش هناك حيوانات، ولكن الحيوانات فقط التي تستطيع التكيف مع الحرارة والظروف الصعبة الموجودة في هذه المنطقة. أود أن أنوه أحبائي إلى أن هذه الجزئية فقط التي أتممناها لحد الآن مقررة على علم 810 فقط، وانتهى المحتوى العلمي لحد هذه النقطة. أما الآن فسأكمل مع أعزائي طلبة علم 201، فابقوا معي. البيئة الساحلية هناك في مملكة البحرين، هناك الجزء السادس منها وهي بيئة نبات القرم، وهي مهمة جدا في مملكة البحرين. السواحل الطينية وأشجار القرم موجودة في خليج توبلي، ساحل عسكر، جزر حوار، دوحة عراد، هذه كلها تحتوي على أشجار القرم. القرم أحبائي يعيش كما ذكرنا في بيئة ساحلية، وبالتالي بما أنها ساحلية فبالتأكيد فهي مغمورة في مياه البحر المالحة. النبات كامل مغمور تقريبا، أو جزء كبير منه مغمور في مياه البحر المالحة، فكيف يتكيف في هذه الظروف الصعبة؟ فلاحظوا معي كيف يتكيف نبات القرم. أولا، نبات القرم لديه تحديان مختلفان عن باقي النباتات. التحدي الأول أنه ينشأ في بيئة عديمة التهوية، جذوره كلها مغطاة بالماء والطين الموجود في هذه السواحل الطينية. فماذا يفعل؟ يقوم هذا النبات بتكوين جذور تنفسية فوق سطح الطين، وبالتالي يستطيع أن يتبادل الغازات بسهولة مع الغلاف الجوي. أيضا هناك على هذه الجذور عبارة عن عديسات، فتحات صغيرة تعمل على تبادل الغازات بين الجذور والغلاف الجوي، فيستطيع التغلب على التحدي الأول. التحدي الثاني الذي يواجهه نبات القرم أنه ينشأ في بيئة البحر المالحة، فماذا يفعل؟ أوراق هذا النبات تحتوي على غدد ملحية، هذه الغدد الملحية تفرز الملح الزائد من هذه التي يمتصها الجذور، فتفرز الملح الزائد ويتخلص من الملح ويستطيع التغلب أيضا على التحدي الثاني. فهذه هي مميزات نبات القرم. أيضا أعزائي، هناك فوائد عديدة لنبات القرم. أولها أنه يعتبر ملجأ ومخبأ للكثير من النباتات والحشائش البحرية، البرمائيات، الأسماك، هذه كلها تختبئ في، حتى الطيور تختبئ في نبات القرم، سواء فوق السطح أو تحت سطح الماء، أيضا تختبئ فيه الأسماك وتضع بيوضها وما إلى ذلك، فيعتبر ملجأ مهم للكائنات الحية. أيضا هناك في نبات القرم يعتبر مكان لاستقبال الطيور المهاجرة من وإلى مملكة البحرين في فصل الربيع والشتاء، وأيضا تفيد هذه الطيور
المنطقة منطقة أو بيئة نبات القرم، حيث أن فضلاتها تغذي هذه المنطقة وتعمل على ازدهارها ونموها. الفائدة الثالثة هي حماية الشواطئ من الانجراف والتآكل. هذه الشواطئ تكون محمية بسبب طول وقوة جذور نبات القرم، فتمنع هذه الجذور تمنع الأمواج وتمنع عوامل التعرية من انجراف التربة أو تآكلها. وكذلك يمكن أن نستخدم نبات القرم كعلف حيواني تستفيد منه الحيوانات مثل الجمال وما إلى ذلك، تأكل هذه النباتات وتتغذى عليها. كما ذكرنا الغزلان أيضا تأكل نبات القرم. النقطة الأخيرة أعزائي وهي تحسين المناخ في هذه المنطقة، وكذلك البيئة الجمالية التي ستكون موجودة في هذه المنطقة والتي توفرها بيئة نبات القرم. هذا بالنسبة للبيئة الساحلية. النوع الثاني من البيئات الموجودة في مملكة البحرين هي البيئة الحشائشية. والبيئة الحشائشية كما تشاهدون في هذه الصورة موجودة في المناطق الضحلة، أي ليست عميقة، عمقها قليل جدا، من الخليج العربي وأيضا السبخات المالحة ومصبات الأنهار تتواجد فيها البيئات الحشائشية. البيئات الحشائشية تعيش فيها أنواع عديدة من الكائنات الحية مثل أسماك الصافي، السلاحف، الروبيان، سرطان البحر، كلها تستوطن هذه المنطقة. البيئة الحشائشية أعزائي لها فوائد وأهمية كبيرة جدا. الأهمية الأولى أنها تحمي قاع البحر من التعرية، لأنها تغطي قاع البحر كما تشاهدون هنا، تغطي قاع البحر وتحمي التربة من الانجراف، وكذلك بالتأكيد توفر الغذاء للكائنات الحية الموجودة، الكائنات الحية التي ذكرناها الأسماك وما إلى ذلك. أيضا توفر الحماية من المفترسات، أولا الحماية من المفترسات، الحماية أيضا من الضوء المرتفع، وكذلك الحماية من التغيرات في الملوحة ودرجة الحرارة، فتوفر بيئة مستقرة وآمنة للكائنات التي تعيش في هذه المنطقة. أيضا تقلل من حركة الأمواج السريعة، وبالتالي تستطيع الحيوانات أيضا الاختباء في هذه المنطقة دون أن تنجرف مع التيارات. وكذلك بالتأكيد يعني تختبئ في داخلها الأسماك الصغيرة، البيوض تختبئ في داخل هذه البيئة الحشائشية. من أهم المشاكل التي تواجه البيئة الحشائشية مشكلتين. الأولى من العمليات الطبيعية ليس لنا دخل فيها، وهي عمليات الرياح العالية التي تجرف هذه الحشائش، وأيضا عمليات المد، هذه كلها طبيعية ولكنها تدمر البيئة الحشائشية. النوع الثاني من المشكلات هي مشكلات من صنع الإنسان بأنشطة الإنسان، وهي رمي المخلفات في هذه المناطق وبالتالي تتدمر هذه المنطقة، رمي الكميات الزائدة من الطعام أو الأكل في الماء أيضا يؤثر بشكل سلبي، وكذلك المعادن الثقيلة الملقاة في البحر من المصانع وما إلى ذلك، وأخيرا الإبحار، تسيير السفن، الصيد الجائر، هذه العمليات كلها تؤثر سلبيا على البيئة الحشائشية. النوع الثالث والأخير من أقسام البيئة الساحلية هي الأكثر، ربما الأكثر جمالا يعني، وهي بيئة الشعاب المرجانية. بيئة الشعاب المرجانية أعزائي هي عبارة في الأساس يبدأها حيوان يسمى حيوان المرجان،
ربما تستغربون هذه المعلومة، ولكن حيوان المرجان هو الذي يبني هذه الشعاب المرجانية الجميلة. وهذا الحيوان لا يعيش إلا في ظروف معينة مهيئة لحياته. أولاً يجب أن تكون المياه صافية، يجب أن تكون المياه صافية. فإذن هل تتوقعون أعزائي أن يعيش المرجان في مصبات الأنهار؟ أتوقع أن تكون الإجابة لا بالتأكيد، لأن مصبات الأنهار تكون تيار سريع جدا يلتقي فيه البحر مع النهر، وبالتالي ستكون هذه المنطقة عكرة دائما وليست صافية، فمن الصعب للمرجان أن يعيش في هذه المنطقة. أيضا يجب أن تكون الملوحة معتدلة مثل منطقة فشت العظم كما في ملكة البحرين، هذه المنطقة تتميز بالشعاب المرجانية وملوحتها تقريبا حوالي 40%، هذه الملوحة معتدلة تقريبا. أيضا درجة الحرارة يجب أن تكون معتدلة من 20 إلى 25 درجة سيليزية. في هذه الظروف فقط يستطيع حيوان المرجان أن ينمو أن يبني البيئة المرجانية ويعيش في داخلها. فإذن كيف تتكون الشعاب المرجانية؟ الشعاب المرجانية كما ذكرنا تبدأ بحيوان المرجان. ماذا يفعل؟ يقوم حيوان المرجان بامتصاص أملاح الكالسيوم، الأملاح الموجودة في البحر يقوم حيوان المرجان بامتصاصها، ثم يستخدم المرجان هذه الأملاح لبناء هياكل صلبة، لأنه حيوان ضعيف فيمتص هذه الأملاح ويبني حوله هياكل صلبة تحميه من المفترسات والمتغيرات وما إلى ذلك. ثم تقوم هذه الهياكل الصلبة تترسب في قاع البحر، تترسب في قاع البحر وتتجمع على بعضها وتكون كتل كبيرة جدا، وهي كتل الشعاب المرجانية أو بيئة الشعاب المرجانية. فتترسب هذه الهياكل تلتحم معا وتكون هذه الأشكال الجميلة. من أهمية الشعاب المرجانية بالتأكيد أولا أنها توفر المأوى والغذاء للطحالب، المرجان، الأسماك وإلى غيره، وكذلك تعمل كمصدات لحماية السواحل من عوامل التعرية لأنها تبطئ مثلا حركة الأمواج وما إلى ذلك، وتوفر بالتأكيد الغذاء للكائنات الحية التي تعيش في هذه المناطق، و هي مصدر مهم للبروتينات والأدوية، كذلك ممكن من الممكن أن يستخلص منها أدوية معينة نستخدمها في حياتنا العادية، وكذلك توفير فرص صيد توفير فرص العمل من خلال الصيد والسياحة في هذه المناطق، بالتأكيد ستوفر فرص عمل كثيرة. أيضا كما هناك أسباب لتدمير البيئة الحشائشية، هناك أيضا أسباب لتدمير بيئة الشعاب المرجانية. من أهم الأسباب هي النفايات والمخلفات التي تلقى في قاع البحر، وكذلك الصيد الجائر دون رقابة، هذا الصيد الجائر يسبب في تدمير بيئة الشعاب المرجانية. أيضا الإبحار، تسيير السفن، لاحظوا أن الإبحار وتسيير السفن يسبب في وجود النفايات، ربما يلقون المراسي أو المرسات السفينة على هذه الشعاب المرجانية فتتدمر وتتكسر وتتحول إلى رمال. ولكن كيف سنحمي هذه البيئة؟ هناك تدمير وهناك أيضا طرق للحماية. من أهم الطرق هي أننا يجب أن نصنف بيئة الشعاب المرجانية على أنها مناطق محمية، وبالتالي نستطيع الحد من دمار المراسي، مراسي السفن والصيد الجائر والتلوث إذا اعتبرت
هذه المنطقة محمية. أيضا بإمكاننا حماية بيئة الشعاب المرجانية عن طريق زيادة الوعي الإعلامي والمجتمعي وما إلى ذلك والتعليمي في أهمية الشعاب المرجانية وبالأخص في مملكة البحرين. وكذلك يجب أن نعمل على استدامة هذه البيئة لأهميتها البيئية الكبيرة جدا. وهكذا أعزائي وأحبائي اختتمنا معكم درس البيئة البحرية في مملكة البحرين، على أن ألقاكم بإذن الله تعالى في دروس أخرى. تحياتي لكم.